36 سنة من نضال الصمود من أجل الحريات والحقوق. إذن باسم مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وباسم كافة مناضلات ومناضلي الجمعية أحيي الهيئات الصديقة الحاضرة معنا في هذه المحطة الاحتجاجية والاحتفالية وكل المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين الذين لبوا دعوتنا للتعبير الجماعي عن الاستمرار في النضال من أجل سيادة حقوق الإنسان ببلادنا وصد الانتهاكات المتصاعدة للحقوق والحريات وللإعراب عن وقوفنا الحازم في وجه الهجمة التي تتعرض لها الحركة الحقوقية والتي تحظى منها الجمعية بحصة الأسد. فحتى حدود اليوم جرى منع 83 نشاطا للجمعية مركزيا وجهويا ومحليا دون أي سند قانوني يذكر، فيما رفضت السلطات المحلية تسلم 13 ملفا لتجديد فروعها، وامتنعت أخرى تسلمت ملفات 16 فرعا عن تسليم الوصل المؤقت أو النهائي عنها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لقانون الحريات العامة وتضييقا تعسفيا على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، وانتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي لم يجد ممثل المغرب لدى مجلس حقوق الإنسان أي غضاضة في التوقيع على تصريح بخصوصه تقدمت به دولة النرويج. ومع هذه الأخرى يوم 15 يونيو الجاري تطالب فيه المنتظم الدولي باعتماد آليات أكثر فعالية لوقف الاعتداءات التي تطالهم وحمايتهم مما يتعرضون له هم ومنظماتهم من تجريم وانتقام وتهديد وتخويف وتضييق واعتقال ومحاكمات، هذا في الوقت الذي كان عليه أن يخجل من سجله المشين في هذا الباب وأن يبدأ قبل اتهام الآخرين وإعطائهم الدروس بالكنس أمام باب بيته. إننا إذ نخلد اليوم الذكرى 36 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا يمكن إلا أن نستحضر تضحيات مناضليها ومناضلاتها عبر تاريخها المديد، فقد عرف التاريخ النضالي للجمعية عدة مراحل في علاقتها مع السلطات، فإذا كانت فترة التأسيس 1979 إلى منتصف 1983 تميزت بزخم مهم تم خلاله تأسيس ما يقارب من 20 فرعا، فسرعان ما طالها القمع الممنهج المتمثل في اعتقال عدد من مسؤوليها ومنع مؤتمرها الثاني لمرتين في 1983، ثم الزج بالعديد من مناضليها في السجن في يناير 1984، لتليها فترة حظر عملي على أنشطتها امتدت من 1984 إلى 1988 دون أن يحول ذلك بين المناضلين والمناضلات وبين الوقوف إلى جانب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومؤازرتهم. وبهذا استطاعت الجمعية بفضل صمود مناضليها ومناضلاتها وصلابة وتبصر قياداتها التاريخية من الانبعاث منذ 1988 إلى 1991 في فترة تميزت بعقد المؤتمرين الثاني مارس 1989 والثالث دجنبر 1991 والصمود في وجه مستجدات تلك المرحلة التي رفضت فيها المشاركة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رغم الضغوط والتهديدات التي مورست عليها من طرف الدولة المغربية آنذاك. ومنذ بداية التسعينات 1991 إلى الآن عرف عمل الجمعية بفضل أطرها ومناضليها ومناضلاتها من مختلف الأجيال والتعبيرات تطورا مستمرا هو الذي نلمس نتائجه اليوم من خلال القوة المكتسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحضورها في الساحة الحقوقية والمكان والتقدير اللذين تحظى بهما في المجتمع والحضور القوي للمرأة والشباب في كل الأجهزة المسيرة لها محليا وجهويا ومركزيا. في هذا السياق عملت الجمعية خلال تاريخها النضالي على تدقيق وتقعيد مبادئها وأهدافها وتوسيع مجالات اهتمامها وتطوير أدوات اشتغالها ومهارات مناضليها
وإبراز وفرض استقلاليتها معتمدة على العمل التطوعي النضالي الميداني ومستندة إلى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان. ونحن اليوم مطالبون بصون هذا الرصيد والدفاع عنه وتطويره، وذلك بالنضال اليومي إلى جانب ضحايا الانتهاكات وكافة المواطنات والمواطنين، وبالتوسع الجماهيري في اتجاه كل فئات المجتمع من نساء وشباب، تلاميذ وطلبة ومعطلين وشغالين ومثقفين ديمقراطيين، وبالعمل الوحدوي والمشترك مع الهيئات الديمقراطية والصديقة الحقوقية والنقابية والشبيبية والسياسية والجمعوية، ومن أجل جعل الدولة المغربية تمتثل لأحكام القانون وتقر بسيادته وتحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتصادق دون تحفظ على جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، وتلائم القوانين والتشريعات الوطنية وعلى رأسها الدستور مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، كما تلتزم بصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات في الممارسة العملية لأجهزة الدولة وفي السياسات العمومية، وبالكف عن الاعتقالات التعسفية والمس بحرية التعبير والصحافة والتنظيم والتظاهر، وبتوفير الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وبوضع حد للإفلات من العقاب والمساءلة والمحاسبة، كما كان الصادرة أو التي أصدرتها استئنافية فاس في حق طلبة معتقلين سياسيين، وزعت ما يناهز 111 سنة سجنا نافذا في حق هؤلاء الطلبة، يعني وكأنها توزع الحلوى. فتحية لهؤلاء المعتقلين السياسيين، وتحية لعائلتهم تمثيلا للنضال والصمود، وتحية لكم. انتهت الوقفة وشكرا.